بنجدد لكم التحية مرة تانية مشاهدينا، وكما يعني تنقل لنا الصورة من شرم الشيخ، هناك الاستعداد واستعداد القاعة، قاعة الاجتماعات، وبداية توافد القادة العرب لانعقاد الجلسة الرابعة، ومن المحتمل أن تكون هي الجلسة الأخيرة لفعاليات القمة العربية اللي هيترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة السادسة والعشرين، القمة العربية السادسة والعشرين المقامة في شرم الشيخ. من المقرر أن بتختتم القمة العربية أعمالها بهذه بعد هذه الجلسة بإصدار مشروع عفوا بإصدار البيان الختامي اللي يعني هيتضمن، أو كما أشارت بعض المواقع الإخبارية وكما صدر عن مشروع هذا البيان، يتضمن الكثير من القرارات اللي يمكن هنذكرها معاكم دلوقتي. ولكن يعني كما نشاهد في القاعة، هناك وصول الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وجميع أمناء الجامعة كمان، ولحضور هذه الجلسة المخصص لها القاعة الرئيسية اللي من المفترض أن تنعقد في تمام 11، يعني أقل من دقائق أو 5 دقائق وتبدأ هذه الجلسة اللي بها، وبعدها بإصدار المشروع هتنتهي، عفوا بإصدار البيان الختامي هتنتهي فعاليات القمة العربية السادسة والعشرين المنعقدة في شرم الشيخ اللي بدأت فعاليتها بالأمس. يمكن الكثير من القضايا العربية أشار إليها هذا المشروع، يمكن بيأتي على رأسها الدعوة لإنشاء قوة عسكرية عربية بتشارك فيها الدول اختياريا، وأعتقد يعني كما أشار الكثير من المحللون أن اختياريا هي يعني تترك الأمر للدول بالمشاركة، باتخاذ قرار المشاركة في أي من العمليات العسكرية ربما، أو أي من المشاركات حتى الاستراتيجية أو الفكرية في التعامل مع ما يتعرض له أمن واستقرار أي من دول المنطقة، يعني طبعا لظروف كل دولة. ويمكن الأمر بيتوقف أيضا على طلب ودعوة من الدولة المعنية. تحفظ على هذا القرار كما أشار مشروع البيان الختامي للقمة العربية، تحفظت عليه العراق. البيان الختامي أيد الإجراءات العسكرية اللي بيقوم بها التحالف اللي بتقوده المملكة العربية السعودية ضمن عملية عاصفة الحزم، وطالب الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء ومن المؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية. البيان الختامي اللي متوقع أو منتظر صدوره اليوم عن القمة العربية السادسة والعشرين عفوا، أكد على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور هادي بعقد مؤتمر في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، لأن يعني الدول الخليجية والقريبة من اليمن ومن الأزمة اليمنية ومن الطبيعة اليمنية ربما تكون هي الأجدر بالتعامل مع هذه الأزمة، لأنهم يعني أكثر دراية بالداخل اليمني، هم أكثر يعني قربا، وبالتالي هم الأكثر تأثرا بأي تداعيات لهذه الأزمة. القمة العربية أيضا لم تغفل القضية الفلسطينية وأكدت أنها في مركزية اهتمامها. دعت القمة الدول العربية من مشروع نص البيان لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام بتبدأ من الأول من إبريل المقبل، ودعمت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني للداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل. وبالتالي إذا ما اتخذت هذه الخطوات وتمت إعادة النظر في هذه العلاقات، يعني هي كخطوة لإجبار الجانب الإسرائيلي على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية. العراق جدد رفضه لأي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد الحوار سبيلا للحل. يعني يمكن الموقف العراقي محتاج إلى تحليل، ولكن ربما يكون الداخل العراقي هو من أكثر الدول العربية التي عانت من الوجود العسكري لدول أخرى على أرضها. لبنان، من الجانب اللبناني شدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي، ونأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع والتوافق. البيان الختامي
خلونا ناخد مداخلة هاتفية مشاهدينا مع الدكتور مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية. أنا برحب بوجود حضرتك معانا دكتور مختار، ويعني كيف اطلعت على ما أعلن من مشروع للبيان الختامي للقمة العربية، بداية بدعوته ل أو دعوته أو تأكيده على إنشاء قوى عربية مشتركة اختياريا، وهذا التدخل يكون بناء على الطلب من الدولة المعنية وتحفظ العراق على هذا المشروع؟ تفضل يا دكتور. يعني بداية هاخد الموضوع من نهايته. تحفظ العراق على هذا المشروع، العراق عندها فيتو فيما يسمى بالتحالف الدولي لمحاربة داعش، مشارك فيه 5 دول عربية، مسموح لكل الدول الأوروبية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بطلعات جوية داخل العراق أو وجود قوات برية ما عدا الجانب العربي. الجانب العربي غير مسموح لا بطلعات جوية ولا بدخول بري، وده واقع سياسي الحقيقة المفترض للموقف العربي أن يتعاطى معاه بنوع من بنوع من التباحث مع الحكومة العراقية في هذا الأمر تحديدا. الجزئية الثانية، ونحن نتحدث عن قوة عربية مشتركة، احنا في أمس الحاجة إليها. صحيح مشروع القرار أضاف طلب من الحكومة واختياري لاشتراك الدول فيه. طيب إذا حالة ما كان هناك صراع سياسي داخل الدولة ولم يوجد حكومة على غرار الواقع مثلا داخل سوريا، من سيقوم باستدعاء هذه القوة؟ يعني فانت عندك اليات الحقيقه محتاجه نوع من التفسير في مشروع هذا القرار، لكن خلينا نقول ان دي خطوه للامام استطاع الجانب العربي ان ياخذها نمهد لها، ويمكن ممكن يكون المؤتمر القادم بحث اليات جديده للقوى العربيه المشتركه. القوى العربيه المشتركه هتغني الجانب العربي عن التدخل الاجنبي، هتغني الجانب العربي عن الاستقطاب الاقليمي والاستقطاب الدولي اللي موجود في ارضه، هتغني الجانب العربي ان كل القضايا تتخطفها قوى اقليميه وقوى دوليه وليس بيد العرب حلها. فالحقيقه يعني هذا المشروع الى حد ما انا بعتبره جيد ومقبول من الناحيه العمليه على الاقل في هذه الظروف الراهنه. المشروع البيان يعني يمكن بما ان الملف اليمني كان هو المهيمن على القمه، حصل في دعوة أو تضمن دعوة للجانب الحوثي بالانسحاب من المؤسسات الحكومية ومن العاصمة والتسليم السلاح للسلطة الشرعية. حضرتك يعني شايف إمكانية استجابة الجانب الحوثي لهذه الدعوة بأي درجة؟ شوفي، الواقع في اليمن له أمر داخلي وله أطر خارجية. الأمر الداخلي وهم الحوثيين بآلياتهم والسيطرة اللي قاموا بيها على مدار الثلاث أو 4 شهور السابقة اللي هو من 21 سبتمبر 2014 حتى هذا التاريخ. وله جانب خارجي وهو إيران. يعني من وجهة نظري أن الجانب العربي المفترض أن يفتح خط مع إيران في الضغط على إقلاع الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات الحكومية، لأن وتكون الرسالة واضحة بأن الجانب العربي لن يتنازل عن رجوع الشرعية الدكتورية أو الشرعية الحكومية إلى الجانب اليمني، وهو عبد ربه هادي منصور وأعضاء حكومته، وأنه من الأهمية أن تنسحب الجماعة الحوثية من مؤسسات الدولة. لكن الأمر لابد أن يأخذ مجريين أو محنيين. المحنى الأول أو المنحنى الأول هو داخل اليمن بإقناع القيادات الحوثية، والمنحنى الثاني هو على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، خصوصا الجانب الروسي والجانب الإيراني. وجهة نظري أن المسألة إلى حد ما بدأت متأخرة شوية، لكن مع الضغط العسكري من الممكن أن يستجيب إلى الجانب الحوثي. هي وجهة نظر مطروحة الآن من كثير جدا من الباحثين. طيب خليني أقول لحضرتك دكتور مختار، النهاردة يعني بعض المواقع بتشير لأن موقع المساء بريس اليمني بيشير أو ذكر أن القوات الحوثية بتهدد بيعني عمليات عسكرية أو بضرب الجانب أو العمق السعودي. صحيح صحيح، وحركوا قوات ولواءات وصلت إلى مشارف الحدود الجنوبية، ما هو عشان كده قلت أنه القضية الآن يعني احنا تركنا المساله تاخرت الى حد كبير جدا، استحاله عن
افتتاح حوثي في 21 سبتمبر مر عليه الان وانت تتحدث في مارس 2015 مر عليه حوالي 7 أو 8 شهور. فتمكنوا من مقدرات الدوله بدرجه كبيره، امتلكوا عتادا واسلحه الى حد كبير، هناك عنصر سيطره على كثير جدا من قوات الجيش وفرق الجيش ولواءات الجيش اليمني. دي نقطه. النقطه الثانيه انه الطابع الاقليمي طغى عليها. لو تطرقت الى تصريحات حزب الله اللبناني وخطاب حسن نصر الله من 48 ساعه، او تطرقت الى التصريحات اللي قام بها كثير جدا من القاده الايرانيين، ندرك بان المساله ليست مرتبطه بصراعات داخليه داخل اليمن، ولكن مرتبطه بصراعات داخليه داخل اليمن ولها اليات خارجيه او معاول خارجيه من الاهميه ان احنا نتحدث فيها. ولو انت نظرت الى كل قضيه في العالم العربي، ليس الواقع اليمني فقط ولكن حتى الواقع داخل العراق وتحفظ العراق على اليات القوى العربيه المشتركه، ايضا ايران لها اليد الطوله في هذا النطاق. لو نظرت الى الواقع داخل سوريا، لن تستطيع انك تفرضي حلا او تطرح حلول بدون الحديث مع ايران او مع روسيا على وجه الخصوص، بحكم القاعده العسكريه الموجوده في ميناء طرطوس او التسهيلات العسكريه اللي واخدها في ميناءات لاذقية وبنيات. وبشار الاسد في اخر تصريح ليه قال ان هو مستعد ان يكون او تكون هذه القاعده العسكريه ابديه، يعني مش محدده بفتره زمنيه. فالحقيقه احنا في امس الحاجه الى اجتهادات سياسيه، وفي امس الحاجه الى ضغط عربي والى توافر اراده سياسيه عربيه ضاغطه بطبع ايدينا على كل هذه القضايا ومحاوله فرض حلول عليها. دكتور مختار، كيف لي ان ابدا في التعاطي مع الجانب الإيراني أو في التعامل معه ل يعني اتخاذ مسار سياسي أو منهج سياسي للتعامل مع هذه الأزمة اليمنية أو محاولات التواجد الإيراني في مختلف مناطق الخليج؟ شوفي، الجانب الإيراني السياسة فن الممكن، وإيران لها علاقات حسنة مثلا بسلطنة عمان وهي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، لها علاقات حسنة بدولة الإمارات العربية وهي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. العلاقة حتى بينها وبين المملكة العربية السعودية ليست سيئة، رغم أن يظهر في الأفق أن في نوع من الشد والجذب أو التوتر، لا، العلاقة ليست متوترة. ولو تطرقنا ورجعنا إلى زيارة أحمد نجات الرئيس الإيراني السابق قبل حسن روحاني، هتلاقي عندما زار السعودية قوبلة بالترحاب، يعني وكان هناك ترحيب، فهو ما فيش حدة التوتر بين السعودية وبين إيران. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تفاوض إيران على الساحة النووي والعالم الغرب. إحنا في العالم العربي علينا ان ننظر الى قوى اقليميه محيطه بنا ويكون في نوع من المباحثات او المحادثات بيننا وبينها. تركيا من الاهميه ان تتحدثي معاها، وهي عنصر كانت في وقت من الاوقات بتقوم بدور وساطه بين ايران وبين الولايات المتحده الامريكيه و5+1، ومن الممكن المملكه العربيه السعوديه تستخدمها كاليات وساطه بين ايران وبين العالم العربي. ثم ايران ثم اثيوبيا في الجانب الاخر، لكن هي دي مساله بعيده عن هذا الحديث اللي انا نتحدث فيه الان. هي مسألة الاتصال بإيران ليست صعبة وليست مستحيلة، لكن هي ميسورة ومتاحة لكثير جدا. طيب لماذا لم أجد من الخطوات أو من يعني الدعوات ما يدعو لتشكيل لجنة للتفاوض مع أو لبدء حوار مع الجانب الإيراني؟ المفترض إن تنبثق عن هذه القمة مجموعة، سميها ترويكا، سميها أي حاجة، مجموعة أربع دول عن طريق وزراء الخارجية تقوم بالاتصال ليس بإيران فقط، بإيران وبروسيا وبتركيا وبالقوى الإقليمية المحيطة بالجانب العربي، والوصول إلى محاولة توافق أو يعني تفاهم بيننا وبينها على آليات مشتركة، ألا نتدخل في الشأن الداخلي والجانب ويترك الأمر للجانب العربي وقضايانا يتحكم فيها الجانب العربي، يعني يكون في نوع من الحديث بيننا وبينها. طيب حضرتك، أتمنى للجانب العربي أن يدرك ذلك بدون وقد يستطيع في وقت من الأوقات أنه مثلا يلجأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو يلجأ إلى إحدى الدول الغربية إن صح الأمر أو إن اقتضى الأمر ذلك. فهي القضية مش مستحيلة ومش صعبة. طيب حضرتك، الاطر العامه اللي احنا المفترض ان احنا نضعها، احنا عندنا قضايا في العالم العربي، القضيه اليمنيه، القضيه السوريه، القضيه اللبنانيه، وحديث نبيه بري ان انتخاب الرئيس اللبناني معطل بموجب قوى اقليميه، واشار صراحه، وده رئيس مجلس النواب واحد الاقطاب السياسيه المهمين داخل الساحه اللبنانيه، اشار صراحه الى ايران. طيب كيف لي ان اتوقع الطائفيه السياسيه؟ فانت عندك في العالم العربي قضايا كثيره من الأهمية أن يكون في حوارات بينك وبين مع الجانب الإيراني.
أتوقع رد الفعل الإيراني إيه دكتور غباشي؟ أتوقع رد الفعل الإيراني إيه أو هيجي إزاي؟ وهذه القوى الإقليمية بتقيم يعني أو لها مصلحة في المنطقة بتدار الكثير من الصراعات على أرض الوطن العربي، وبالتالي أتوقع رد الفعل إيه؟ هي تتوقع رد، ما تتوقعيش رد الفعل انه ممكن يكون رد سيء او انه هقول لك لا انا مش هرفض. معلوم انه الجانب العربي، لانك انت بتتحدثي عن دول هي جاره ليكي، وبتتحدثي عن ارض هي في داخل العالم العربي، وبتتحدثي عن قوه سياسيه بداخل هذه الدوله. الواقع داخل اليمن مثلا على سبيل المثال، القوى الرئيسيه ليست الحوثيين، هناك الحوثيين، هناك المؤتمر الشعبي، هناك القبائل في مأرب وشبوة والبيضاء، هناك حركة الإصلاح اللي هي الصراع لجماعة الإخوان المسلمين، هناك الحراك الجنوبي، دي كلها قوى سياسية يعني ذات بأس شديد ولها أرضية ولها ظهير شعبي كبير. فأنت بالتعاطي مع الموقف الإقليمي وبامتلاك جزء من هذه القوى السياسية، أو بينفعها التعبير كل القوى السياسية التي تدور الحوثيين داخل الدولة، أنت هتستطيع في النهاية أنك تفرض حلا. يعني المسألة ليست صعبة وليست مستحيل، لكن أنت حط الأطر العامة اللي كنت تبدأ منها. هل هتبدأي باستقطاب هذه القوى السياسية في صفك وتبدأي في التعاطي مع الموقف الإقليمي، ولا هتبدأي مع الموقف الإقليمي وتترك القوى السياسية، ولا هتبدأي بالتوازي؟ هي المسألة سياسية بحتة، بس علينا أن احنا نحط أسس ونبدأ في طرح هذه الأسس بنوع من المنطقية وبنوع من الفقه السياسي. دكتور مختار، يعني يمكن المشروع البيان الختامي اللي هي القمة العربية تضمن كمان المطالبة بضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. مجلس التعاون الخليجي قد إيه دوره مهم في هذه المرحلة؟ لا، هو اصل مجلس التعاون الخليجي بينظر الى اليمن على انها عمق استراتيجي بالنسبه لها، وعنصر من عناصر الامن القومي الخليجي. وفي وقت من الاوقات الملك عبد الله ملك السعوديه السابق الله يرحمه كان بيعتبر اليمن، او كان بيأهل اليمن لتكون احدى دول المنظومه الخليجيه صراحه، تخش بشكل صريح. ومعلوم انه اليمن بحكم السيطره على باب المندب والتحكم فيه، هو بيتحكم في اهم ممر مائي بيمر منه النفط الخليجي الى العالم الخارجي. 45% من النفط اللي بيستخدمه العالم بيمر من باب المندب. ناهيك ان هذا المضيق بيتحكم في البحر الاحمر وبيتحكم في قناه السويس. فانت اليمن بالنسبه لك عمق هام جدا، خليجي ومصري في نفس الخصوص. مؤتمر الرياض او المؤتمر اللي بيتحدث عنه المؤتمر القمه ده هو مؤتمر سابق، المملكه العربيه السعوديه دعت الاطراف الى الحديث او الى الحوار في الرياض، لكن رفض الحوثيين واستبدل المكان بالدوحه، وايضا تحفظ الحوثيين، وعلي عبد الله صالح طرح مبادره واستبدل الرياض والدوحه بالامارات، ودي من الاماكن المطروحه في هذا النطاق، ومن الاماكن المطروحه لطرح هذه المباحثات او لاجراء هذه المباحثات بين الجانب الحوثي وبين الاطراف السياسيه داخل اليمن. دكتور غباش، يعني احد ضيوف الكرام منذ قليل وضع مقترح بضروره قيام الرئيس اليمني بتشكيل حكومه منفى لإدارة الشؤون اليمنية للتفويت الفرصة ولتضييع الفرصة على الحوثيين من القيام بهذا الأمر في الداخل، كيف ترى هذا الاقتراح؟ شوفي، أنا وجهة نظري مش بالدرجة أن يكون هذا الاقتراح مطروح، لأنه الرئيس اليمني كان موجود في عدد وفي جزء كبير جدا من المحافظات اليمنية خارج نطاق سيطرة الحوثيين، وبالعكس جزء كبير جدا من المسيطر على هذه المحافظات هو جزء مساند لعبد الرب ومنصور هادي واعضاء حكومته، اذا كان بحاح او غيره. فانت بتتحدثي حكومه المنفى يكون هذا الطرح له وجاهه سياسيه في حاله الاحتلال، في حاله ما ان تكون دوله محتله وهذه الدوله مسيطر عليها من قبل قوات الاحتلال وعلى كافه اقطارها او على كافه محافظاتها. لكن الواقع داخل اليمن مختلف، هناك سيطره من الحوثيين على محافظات مهمه، لكن ليست كل المحافظات بالكامل تحت سيطره الحوثيين. مأرب وشبوه والبيضاء وجزء كبير جدا من تعز وعدن وحضرموت وسبأ، كل هذه المحافظات هي خارج نطاق سيطره الحوثيين، وفيها القبائل وفيها بعض وجزء من المؤتمر الشعبي وجزء من حركه الاصلاح كلها مساند للحكومه. فانا هذا الطرح الحقيقه يعني انا بعتبره يعني بدري عليه في هذا التوقيت بالذات،
أو يعني يأتي تحت ظروف أخرى وليست الظروف الآنية. تمام. يعني الظروف الآنية مش ملحة إن أنا أعمل حكومة منفى، أنا أعمل حكومة منفى في ظل سيطرة كاملة للحوثيين، أنا ما عنديش هذه السيطرة الكاملة، ده الحوثيين الآن في ظل الضربات العسكرية اللي بتوجه إليهم من قبل قوات التحالف العربي إلى حد كبير جدا، لا عندهم غطاء جوي ولا عندهم غطاء بحري، هم بيعتمدوا بدرجة أو بأخرى على الجزء أو العتاد العسكري اللي سيطروا عليه في الهيمنة اللي قاموا بها بعد 21 سبتمبر، ومزيد من الضغط العسكري أنا متصور إن بشكل أو بآخر يعني هيقنعوا إلى كثير جدا من المطالب اللي بتطالب بها مجلس التعاون الخليجي أو المملكة العربية السعودية، خصوصا إن كل الأطراف الدولية الآن أصبحت مساندة لهذه الضربات، من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنجلترا إلى فرنسا إلى ألمانيا إلى روسيا حتى اللي تحفظت في وقت من الأوقات الآن هي مع هذه الضربات. يعني الجانب العربي بس يعني ينهي ما يسمى بالحروب السياسية الباردة بينهم وبين بعض بشكل أو بآخر، تكون كل قضاياهم مطروحة والحلول السياسية بالنسبة لهم مطروحة وتكون آليات للتعاطي معها وفي نتائج أو في يعني تقرير بيقدم كل فترة زمنية عن هذه القضية، ماذا تم في القضية اليمنية، ما هي مآلات القضية السورية، ما هو الوضع داخل ليبيا، وهكذا في الواقع العربي بالكامل. طيب قبل أن ننتقل لملف آخر عما تضمنه البيان أو مشروع البيان الختامي، يعني هناك من يتساءل عن الدور الداخلي في اليمن ليس على المستوى السياسي ولكن بالتساؤل أين هم أهل اليمن، سواء المثقفين، المؤسسات، الأحزاب، المؤسسات الداخلية، يعني هل هي متناحرة وبالتالي لا تتخذ خطوات نحو يعني الوقوف إلى جانب الدولة اليمنية وتترك الحوثيون يعني يعثون في اليمن فسادا، أم يعني التساؤل أين هم أهل اليمن؟ لا شكرا، أنا هقول لحضرتك حاجة، أهل اليمن موجودين ما فيش شك، لكن والواقع داخل اليمن ما قبل 21 سبتمبر 2014 كان شيء وما بعد 21 سبتمبر 2014 شيء آخر. ما قبل ذلك كان القوى السياسية المسيطرة على الواقع داخل اليمن عبارة عن علي حسن الأحمر وقوة كبيرة جدا من الجيش كان بيتحكم فيها، بجانب حركة الإصلاح اللي كانت طرف قوي جدا داخل الساحة اليمنية، بجانب المؤتمر الشعبي اللي هو فيه علي عبد الله صالح ومن ضمنه عبد الرب منصور هادي وأعضاء الحكومة، دول كلهم كانوا إلى حد كبير جدا مع مجلس التعاون الخليجي، وكل هذه الأطراف كانت ضد الحوثيين صراحة. والسادة المشاهدين وحضرتك تعلمي أن الحكومة اليمنية خاضت 6 حروب منهم 4 في رئاسة علي عبد الله صالح ضد الحوثيين على وجه الخصوص، لكن بعد 21 سنة في سبتمبر تبدل الوضع، تم هروب علي حسن الأحمر وتحلل الجيش وجزء كبير جدا منه أصبح في يد الحوثيين، ثم انقلب علي عبد الله صالح على عبد ربه هادي منصور وعزله من المؤتمر الشعبي، وانقلب حتى على المملكه العربيه السعوديه اللي اوته وعالجته بعد الثوره اللي اقيمت ضده وانتمى الى الحوثيين بدرجه كبيره. فده اللي عمل خلل في المعادله السياسيه داخل الساحه اليمنيه. لكن انت عندك جزء مهم جدا ما زال بيد الحكومه وهو الو مع حضرتك يا دكتور اتفضل. الو عندك جزء كبير جدا ما زال مساند للحكومة وهي القبائل، القبائل كلها بالكامل داخل الساحة اليمنية مساند للحكومة، وخلينا نقر بمبدأ هام ان الواقع داخل اليمن هو واقع قبلي، فالكل مسلح. يعني الساحة اليمنية كلها مسلحة تسليحا، ربما تكون تسليحا خفيفا وبعض الأماكن مسلحة تسليحا ثقيلا، فانت ما زالت القوى السياسية داخل اليمن لها نوع من الحراك، بس السيطرة العامة للحوثيين بموجب اجتياح كثير جدا من المحافظات دي اللي أضعف القوى السياسية الأخرى. يعني ما أقدرش أقول إن هم إن القوى السياسية الداخلية في اليمن متخذة موقف المراقب يعني لتكتشف الغلبة لمن ومن ثم تتحرك القوى السياسية الداخلية باليمن؟ ما أقدرش أقول كده؟ ممكن في بعض القوى السياسية واخدة موقف الحياد زي مثلا حركة الإصلاح، مش واضحة حركتها الآن ضد الحوثيين بدرجة كبيرة. المؤتمر الشعبي جزء منه ما زال يراقب وجزء منه مع الحوثيين وجزء منه انقلب على علي عبد الله صالح. الجزء الهام يمكن الجزء الوحيد اللي واضح ضد الحوثيين هم قوتين داخل الساحة اليمنية، الحراك الجنوبي والقبائل اللي موجودة في مأرب وشبوة والبيضاء، دول يمكن الحركتين. وبدأت بعض لواءات الجيش تنقلب على الحوثيين وبدأوا يعودوا السيطرة على مقدرات بعض القوات المسلحة اليمنية،
دي الجزء اللي بدأ يتغير بعد الضربات اللي بتقوم بها المملكة العربية السعودية والتحالف العربي اللي بيواجه الحوثيين. دكتور مختاري، هو الجيش وقوات الأمن في الداخل اليمني إلى أي يعني مدى جاء دورها فيما يحدث داخل اليمن؟ الجيش داخل اليمن كان يعول عليه كثيرا لأنه موجود على حسن الأحمر. لكن بعد هروب علي حسن الأحمر بدرجة كبيرة تم سيطرة الحوثيين على جزء كبير جدا من مقدرات الجيش، وده الجزء اللي عمل نوع من الخلخلة في الجيش على وجه الخصوص، مع الأخذ في الاعتبار ان حكومة عبد ربه هادي منصور الى حد كبير جدا كانت تستجيب الى مطالب الحوثيين بدرجة كبيرة من ناحية تعيين الحكومة، دي جزء مهم جدا. اللي اختطف الحوثيين احمد بن مبارك مدير مكتب عبد ربه هادي منصور وقذفوا القصر الجمهوري الخاص به ولم يتحرك احد، يعني ترك الامر للحوثيين فتره فتمكنوا من امور كثيره جدا، لكن هذه الامور بدات تعاود رحاها مره اخرى. الجيش النهارده بدا يستشعر انه القوه من الممكن ان تعاود الى الحكومه، وان هناك نوع من الحراك الخليجي والحراك الدولي اصبح مساند الحكومه بدرجه كبيره، فالامر بدا يتغير ويتبدل لكن مش ظاهر للعيان بدرجه كبيره. انا متصور ان ربما اسبوع او 10 ايام من هذه الضربات اذا استمرت ربما ينقلب الحال تماما لمصلحه حكومه عبد الرب منصور هادي. كيف رايت التحالف المؤقت لعلي عبد الله صالح مع الحوثيين؟ يعني هل حلم العوده للحكم في اليمن ما زال يراود علي عبد الله صالح؟ هو يراود على عبد الله صالح منذ رحيله او منذ ذهابه عن السلطه، لان هو لما اتى بعبد ربه منصور هادي ووضع في يده كل مقدرات القوى الامنيه اذا كانت جيش او شرطه، ودي خطوره الواقع السياسي داخل اليمن. وانا متصور ان جزء من اخطاء الاستراتيجيه ان صح التعبير لعبد الرب منصور هادي انه سلك زمام الحكم واداره الدوله وترك المقدرات الامنيه والمقدرات العسكريه في ايد المؤتمر الشعبي وعلي عبد الله صالح. وحتى احمد علي صالح اللي هو ابن علي عبد الله صالح هو قائد الحرس الجمهوري داخل الساحه اليمنيه. وقبل الضربات اللي بتقوم بها المملكه العربيه السعوديه والتحالف الدولي حصل في لقاء شهير بين وزير الدفاع السعودي وبين احمد علي صالح في الرياض في المملكه العربيه السعوديه، وكانت الرساله واضحه يعني بالرفض لكل ما طلبه من شروط او الاحتكاك بعبد ربه منصور هادي، وعلى الحوثيين ان ينسحبوا من المؤسسات اللي يعني سيطرت عليها الدوله، لكن احمد علي صالح رفض ذلك وغادر السعوديه وذهب الى اليمن. فهي المساله انك انت كنت تدير الدوله وتركت مؤسساتها وقواها الامنيه بيد غيرك، ودي الخطوره ما قال إليه الواقع داخل اليمن وما وصلت إليه الآن. أنا بشكر حضرتك معانا دكتور مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا هاتفيا، ويعني لازلنا معكم مشاهدين في انتظار بدء فعاليات الجلسة الرابعة، ومن المحتمل أن تكون هي الأخيرة لفعاليات القمة العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورتها 26 قبل يعني إعلان البيان الختامي لهذه القمة. يمكن الصورة كانت تنقل لنا منذ قليل توافد القادة العرب على القاعة الرئيسية لقاعة المؤتمرات الرئيسية للمشاركة في أعمال هذه الجلسة الرابعة، يعني هذا ما هذا يعني ما نشاهده معكم الآن هو لقاء بين مشاورات ثنائية بين القادة العرب. هناك تواجد لنبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية مع رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي اللي يمكن ومجلس التعاون اللي يمكن كان ليه كلمة تضمنت الكثير من يعني التضامن والتعاضد مع القضايا العربية في كلماته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية بالأمس. من المقرر أن بتختتم هذه القمة أعمالها اليوم إما بهذه الجلسة الرابعة التي نحن في انتظار بدء فعالياتها، أو يعني ومن ثم إصدار البيان الختامي. متواصلين معكم مشاهدينا في هذه التغطية ومن القاهرة أيضا ومن شرم الشيخ في بث حي ومباشر. فاصل ونتواصل معكم في هذه